هذه ما يعرفش كاس افريقيا ها ما يعرفش افريقيا مش كاس إفريقيا. ايه ما ما يعرفش ما يعرفش افريقيا صافي آه. دير آه. يروح لافريك على كوز دو كوب دافريك لا 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 ما من تصفيات كاس العالم ايه كيف كيف سي لافريك سي توجور لافريك يروح لافريك على كوز بور أه بور اسيي دو سو كاليفي ولا بروندر ان كوب دافريك ولا سو كاليفي كوب سي لافريك دونك أه او النيجيريا الحق بيسيرو أه بيسيرو يعرف لافريك عمل مع افريقيا قبل كاس افريقيا هذه كان في, نيجيريا مدر. إيه كان مدر في نيجيريا مدرب ايه كان مدرب قبلها ما كانش يعرف ايه ما كانش يعرف لافريك هذا ما كان وزيد كاين با مال ترينور ما كانش من هذه ما يعرف هذه البرازيل الارجنتين كي جات لقطر دات كوب دي موند تعرف القطر هذيك كوب دي موند هذيك دي <applause> آه دي دي موند فوتبول ولا ولا هذيك يلعبوا آه. بها باش باليدين بصح تما كل كو كاع لي كونديسيون ملعب في قطر بصح سخانه كاينه سخانه كاينه في واش واش ملي كونديسيون كان فوتبول من الارجنتين راح للقطر دار كوب دي موند في القطر اسكو <applause> سي لو ميم <الامام> كليما <applause> نو ماشي ميم كليما سي با الميم كليما اسكو سي لو ميم مونتاليتي سي لي ميم ميم ريا دو موند ديفيرون مي راحوا لتما كونسونطراو روحهم باش يديو كوب دي موند وداوها تعتبر ماشي عائق ما كانش منها تلعب كره الْقَادِمِ. انا نتمنى هذا المدرب هذا يحط لنا قاعده اللعب كنا ما كاش قاعده لعب لازم لنا قاعده لعب يولي عندنا ان كاش كاش تلعب يا اخي باش كاش تلعب كيفاش يخرجوا اكوريت شويه بقطع الارض باش يطلع في التيف في القدر في السماء طاق طاق, طاق الفوتبول يعطينا قاعده لعب وان شاء الله الفريق هذا يبروغريسي ويزيد يروح يروح للقدام هذا واش نحوسوا ما خليونا ما هذه يعرف لافريك يعرف لافريك هذه قاع 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 زياده هذو جبدوها قوم جديد يفلسفوا بزاف في هذه الحوايج الروكسي ما كانش منها قاعد بعيدا عن الميادين لمده عامين معاذ مرودي لا يشكل عائق ايضا كثير من المدربين زين زيدان منذ اكثر من سنتين بدون بدون تدريب هل تعتقد بانه الامور يعني ربما سوف تكون في الطريق الصحيح بداية من أول تربص للتعرف على اللاعبين وش رايك في كل هذا؟ والله هذه بقاؤه على الميادين مضحكة لأنه يعني بقاءه الميادين بعيد عن الميادين موسمين كأنه كأنه لغة كرة القدم راح تتبدل ولكن اللي يعرف لغة كرة القدم ومدرب اللي عمل وعمل لي سنوات و دليل اننا اليوم رانا نتحدثوا على مدرب اللي عنده فلسفه لعب والمدرب رانا نتحدثوا على طريقه لعب لهذا اليوم ما تقدرش تقول انه كان بعيد عن الميادين لموسم لموسمين او لثلاث مواسم لو كان كاين مدربين يشتغلوا وما عندهمش فلسفه لعب وما عندهمش طريقه لعب وتمنح له الفرصه لسنوات وما كانش طريقه اللعب والطالب في كل مره بطريقه اللعب ولكن ما عندوش طريقه لعب خاصه به لذلك انا نشوف انه هذا ماهوش عائق اليوم امام المدرب بالعكس هو راح يوجد ربما راح يكون له تحدي اكبر وربما خدا متسع من الوقت اليوم لانه الدليل حتى خدا متسع من جوارديولا يحكم لامبورت كليك ناسيونال لو موند في المونت صح اونترونت دوكا قال نتمنى نحكم كاش فريق وطني يفا بروندري ناني صاباتيك واش يقولوا عليه اه قاعد عام ما يخدمش عيان غوارديلا زيدان دوكا الور ويني يبان زيدان مع غوارديلا في الخدمه غوارديلا سي نوتر نوتر ديمونسيون نوتر ديمونسيون البعض البعض يقول سامحني يا معاذ نعاود نرجع لك البعض يقول سمير بانه اللاعبين هما اللي يصنعوا المدرب وهذا المدرب بدون تشكيلة في المستوى لا يمكن أن يصنع شيء إحنا كان عندنا إجماع على أنه عندنا لاعبين حتى قبل كاس إفريقيا الأخيرة وخروجنا المدل في الدور الأول أمام موريتانيا وأنغولا ما نعودش نقوله للماضي إلى أن نقول عندنا لاعبين لكننا لم نتمكن من أن نصنع قاعدة لعب وفريق بإمكانه أن يعني يحقق نتائج إيجابية هل تعتقد أنه هذا المدرب الآن أمام فرصة تاريخية حتى لو نضيع هذا الجيل من اللاعبين جيل تاع عموره وشيبي وبوداوي وقويري واسماء اخرى <applause> عفوا اسماء اخرى اللي برزت في المده الاخيره. عدوان بنصح طرح لك سؤال. نعم تفضل. هل ترى ماذا يصنع عموره في بلجيكا؟ هل ترى هل ترى ما يصنعه شيبي في المانيا؟ هل ترى ما يصنعه قويري قويري في والهدف ال... راح بعد قليلة واللاعبين انا ذكرت هذوما بركا امثله. كيفاش يا بجا عجبا كي تكون عندك اون باز تركيبه بشريه هكذا ما تقدرش دير صغيره في السن صغيره في السن سورتو تقدر تقدر تانفيستي بها حتى ل 2030 سي سا او موا عندك دو كوب ديمون تلعب بهم تلعب بهم انا جو بونس كو لي موايان اومان لا بات كيما كيما يقول عليه كاينه تقدر تخدم ابري حنا سكون افي بزوان سي ان دان اونترينور ترافايور اللي يحب يخدم الجروب اللي يردو يلعب كره قدم باش يتطور التطور مش راح تشوفه مع بوليفيا ولا مع لافريك <تكهش> دي سيد مي بو سي موا ان اني تشوف حاجه تتتكون, تتكون تتكون وتما نقدروا نعرفوا اسك الاختيار صحيح ام لا ولكن لي جوان اللي عندنا تق... انا جو بونس كو ديجا يعني بيتروفيتش الا بيتكوفيتش باردون انا بيتروفيتش سي لا ينقص دراهم حتى ل 115 ولا 120 ولا ما على باليش افيك <applause> لي بريم بيان سور سيك على بالو بلي كاين دو كوا فير افيك لارجيري chose شوز دانتيريسون هذا هو هذا هو الصح البالون نعطيه تعطيهولي لي باش نعطيه لعلي بن شيخ جوستومون اللي في كل مره يقول لك المد... المدرب الوطني اي مدرب وطني لا يمكنه العمل بصفه دائمه يعني يجي ان ستاج يجوا لي جوار جينيرالمون لوندي يلعبوا سامدي ديمونش يجوا لوندي يونترينيو مع هذا المدرب يدربوا حصة تدريبية الثلاثاء تاع شوية ريكيبيراسيون الأربعاء الخميس الجمعة يلعبوا ماتش يزيدوا يدربوا أو ريكيبيراسيون الصندي يدربوا الحد والثنين يزيدوا يلعبوا ماتش ثلاثة ويعاودوا يروحوا ثلاث شهور أبريل باش يزيدوا يجيو هل تعتقد أنه بإمكاننا أن نطالب الكثير من أي مدرب ما نتكلمش إلا على هذا المدرب وتقولوا بلي لازم نشوفوا الكاشي نشوفوا قاعدة لعب كيفاش نشوفوا هذا قاعدة لعب وسيد ما يعملش مع هذا اللاعبين طول, طول وفي بعض الأحيان يتغيروا اللاعبين يوا فكونفوكي دي جوار هذا سطاج، و الجاي لو ميور دي مومون هو اللي يتكونفوكا، ما يكونش مليح ما يعيطلوش، زيد تبدل تبدل التركيبه البشريه، كيفاش نقدروا نطالبوا من المدرب انه يعطينا ان كاشي ولا طريقه لعب هو يتلاقى اللاعبين اسبوع او 10 ايام في ثلاث اشهر، دوك عندنا سطاج في مارس و من بعد مازيدوش نتلاقاو حتى الجوا. ديجا راك في حاجه، <تشف> كي قلت سطاج هذا يقعد فيه اربع ايام من بعد مقابله. من بعد ستاج الاخر زوج, مقابل. زوج, مقابل. زوج, مقابل. زوج مقابلات زوج مقابلات زوج ومن بعد ستاج الاخر ينجموا يتغيروا اللاعبين ما يتغيروش اللاعب ممكن يتغير واحد زوج ولا شافوا بلي ما يليقش اللي كيداه مي لا ماجوريتي لو ساتور سي لا مام برك انا رضوان هذه وحده هذه غلبتني ان <applause> زيرو <applause> بس نغلبك دوزيامون هاد <applause> اللاعبين هادوما وين يلعبوا هادو؟ يلعبوا اون اوروب تقريبا كاع اون اوروب مام اللي يلعبوا هنا دوكا كوم ان كاين الكوزان لو كان كش ما يدي سون اسيمير هذا كيدخل معك في 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 يدير معك اون ويحطلك ويحط لك لو طابلو ويقول لك هاو كيفاش نبروسيدي واللعب تاعنا هاد الناس هذا لا ما يفهمش ما ينجبش يلعب فوتبال والو سون سي دي جوار انتيليجون يفهم ياسيميلي وفين كي يدخل للتيرا راح يدير لهم هذاك لو شي ما راح يحطوه في التيرا ايوا <applause> شاك فوا دو تروا جور يعاودوا يدخل اوتوماتيكمون سي دي فوتبالور يقول له كي تروح كيفاش تريكوبي كاش دوموندي كيفاش تولي هذه فوتبال حياته هذا ميتي لازم يتعلم يعرفها ماشي يتعلم صح كيفاش نعرفوا من بعد كيفاش وقتاش نقدروا نحاسبوه على الكاشي تاعو يبدا اسكو ابارتي من مواد جوان في لقاء غينيا عندنا دو ماتش في الموا جوان ولا حتى سبتمبر يعني بعد ستة أشهر تقريبا لا لا من الجوان لازم تشوف أتبان آه من الجوان لازم تشوف بيان سهر واش عندك مارس افريل ماي واش نعجبك هذا لا بصح عنده ستا غير في مارس ومن بعد حتى اي بعد يوم بعد انا قلت لك سيدي جوال اللي راهم يلعبوا يصوم فيزيكمون بري كلش بري يجيو يدخلوا في المول تاعو اللي حطوا لهم ياسيميليو هذاك السيستم ويدخلوا يلعبوا هذا ما كان يعني نبداو نحاسبوا المدرب هذا بدايه من شهر جوان شو المحاسبه ما ناش في الدار صرا حنا نحاسبوش تحاسب هذا انا نشوفوا نشوفوا لا دو من هذا الماتش الماتش الاخر وينسي دو سويت كيفاش هي تطلع الحاله هذا وما نحاسبوش معاذ دون ان لو كان نحاسبوا كنا نحاسبوا زمان وزمان لو كان ما كانش المحاسبه واضح معاذ دون ان اطرح سؤال شتك تسجل في بعض النقاط تفضل ماذا تريد ان تضيف النقطة فيما يتعلق أنت المدرب اليوم قبوله بالبقاء في الجزائر لثلاث أسابيع أو نقول ليس بقاءه في الجزائر ولكن ثلاث أسابيع من العمل سواء يكونوا هنا ولا في أوروبا أي راح تكون النتيجة مع اللاعبين كيف طريقة تاعو كيف الفلسفه تاعو كيف الحديث اليوم تاعو ونقطه اخرى لما تكلمت انت وقلت راح يدير غلبه له ولكن من خلال المفاوضات تاعو المعلومات اللي سمعتها انه بعض الاسماء لا ولكن في المفاوضات مع مع رئيس الاتحاديه ونقاط اللي يتكلموا عليها اخر النقاط انه في البدايه تمنح الفرصه من خلال الدوره خلينا الدوره هذه تمنح الفرصه للجميع طبعاً. وبعدها راح تكون الغربله من طرف المدرب لكن الغربله راح تكون لا اسمح لي تفضل ونقطه اخرى رضوان المدرب اللي جاي يعمل انه يجيب معه مساعد مدرب شيء جيد انت تكلمت وقلت محضر مساعد بدني. ومحضر بدني. بدني مهم جدا المساعد لماذا مهم جدا لانه راح يعمل معه انت قلت ممكن اتحاديه راح تزيد تقترح مساعد نتكلموا عن الطواقم الفنيه والمساعد في الجزائر لكن هذا النقطة. النقطه في هذه النقطة فقط رضوان انه من المهم جدا انك تعمل مع طاقم فني اللي انت تعرفه ممكن هنا يكونوا مساعدين يقدموا لك واش في البطوله الوطنيه لانك انت راح تكون باستمرار هنا في الجزائر اللي يعرفوا البطوله الوطنيه ولكن من المهم جدا انك الطاقم الفني تعمل معه تعالي.